صرح وزير الخارجيه البريطاني ديفيد كاميرون أن الهجمات التي تقع في ممرات الشحن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وإلا سيتم اتخاذ إجراء دولي. هذا ورفض كاميرون تحديد الإجراء الذي ستتخذه بريطانيا وقال كاميرون للصحفيين خلال زيارة لكوسوفو أن ما يحدث أمر غير قانوني ولا يتعلق بغزة ولا بإسرائيل وإنما يتعلق بحرية الملاحة وبقدرة السفن على توصيل شحناتها مضيفا أن الاقتصاد العالمي سيعاني إذا استمر تعرض السفن للهجوم بهذا الشكل غير قانوني مشددا على أنه لابد أن تتوقف هذه الهجمات